بسم الله الرحمن الرحيم. معنا الأستاذة عزة شماسي تقود سيارة على حول جامعة الأمير سلطان، وإيمان النفجان خلف الكاميرا. وفقط نرجو من الملك عبد الله أن يسمح لنا بقيادة السيارة. نحن سيدات أمهات، ونريد أن نقود السيارة فقط لأن الوضع يعني صعب حاليا مع السواقين، فوق 1,200,000 سائق في السعودية، عدد كبير جدا. و أستاذة عزة، عندك شيء تبغين تقولينه؟ كلنا نرجو من